بنعمة الرب يوم السبت والحد اللي جايين على طول 12 و13 نوفمبر عندنا نهضة روحية تحت عنوان أوسعي مكان خيمتك. النهضة هتكون في الكنيسة الخمسينية بثلاثة شارع نشاطي خلف عمر أفندي، كنيسة معروفة لينا كلنا أو لكثيرين. عشجعك تعالى وهات معك كثيرين، هات معاك، اجلب معك نفوس كثيرة، لأن الرب يريد أن يتقابل مع نفوس كثيرة، ونريد أنه نأتي بأواني كثيرة أمام الرب لكي يملأ هذه الأواني. فارفع إيدك كده وقول باسم الرب يسوع، الرب يستخدمني لكي آتي بنفوس كثيرة إلى الرب. هاتي أواني كثيرة لا تقللي، هاللويا، زي ما قال لها كده، وعلى قد ما جابت أواني على قد ما هذه الأواني امتلأت. ارفع ايدك وقول باسم الرب يسوع، الرب يستخدمني بصلوات، بكلمات، بزيارات، بتليفونات. الدعوة موجودة ايضا في الخارج، سواء اخدتها وانت داخل او تقدر تاخدها وانت خارج، دعوة صغيرة تقدر تاخدها تديها لشخص تحطها في جيبك، او سهلة التناول والاعطاء في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع، يستخدم الرب، يستخدم الرب هذه الدعوة الصغيرة، ويستخدم الرب كل أداة لأجل أن يكتسب نفوس كثيرة لحياة النصرة، لحياة التكريس، لحياة الامتلاء بالروح القدس. ارفع ايدك الاثنين كده وصلي معي، هللويا، لأجل اليومين دول باسم الرب يسوع، هللويا. كما من هبوب ريح عاصف على اليومين دول في اسم الرب يسوع، على السبت والأحد هبوب ريح عاصف في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. السبت والحد اللي جاي في الكنيسة الخمسينية في شبرا خلف عمر أفندي. أيضا عندنا مؤتمر شباب من الخميس 24 نوفمبر إلى السبت 26 نوفمبر في الشروق. المؤتمر مازال يوجد أماكن لو تحب تحجز، ولا تجعل الماديات او الاشتراك يبقى عائق، يعني ما تتكسفش ان انت تقول انه انا مش عايز ادفع الاشتراك كله او مش قادر ادفع الاشتراك كله. نؤمن ان الرب يسدد كل الاحتياجات. ارفع ايدك كده عالي باسم الرب يسوع، هذا ايماننا، ايماننا انه الرب بيرتب لينا موائد كثيره، وعلى الموائد دي الرب بيسدد الاحتياجات، يسدد الاحتياجات. فلا، لو انت حتى بتسمعني عبر الانترنت، لا تتردد في انه انت تيجي حتى لو مش معاك فلوس، لان الرب سيرسل، هيثقل على قلب شخص انه يدفع لك الاشتراك، فلا تتردد ابدا. امين. نرفع ايدينا كده ونعلن باسم الرب يسوع، لا تعاق اي نفس عن المجيء الى هذا المؤتمر. نريد أن نرى مجد الرب في وسط الشباب بشكل مميز جدا جدا جدا. وإذا الرب ثقلك أنك تعضد هذا المؤتمر، تستطيع أيضا أن تتوجه للمسؤولين على البوابة، اسأل عن المسؤول، وإذا الرب وضع هذا بداخلك، ثق أن الرب سيستخدم هذا التعضيد لأجل لمسة حقيقية في حياة شاب أو شابة سيأتي إلى هذا المؤتمر في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك كده واعلن ايمانك ان الرب يستخدم كل الاشياء معا للخير، الرب يستخدم كل الاشياء معا للخير للذين يحبون الله. هاليلويا، هاليلويا، هاليلويا. سفر يوئيل اصحاح 2، نتحدث في سلسلة تحت عنوان مناظر الرب وإعلاناته، وأستكمل الحديث في هذه العظة. عندي عظة قصيرة يعني بنعمة الرب، فصلوا لي أنها تبقى قصيرة، تظل قصيرة يعني، بس الرب يسكب فيها كل ما يريد أن يعطينا إياه. أمين. يوئيل 2 وعدد 28،
ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام، ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر. ثلاث معالم أو ثلاث حاجات كده بتلمع في هذه الآية. واحد، يتنبأ بنوكم وبناتكم. اثنين، يحلم شيوخكم أحلاما. ثلاثة، يرى شبابكم رؤى. ده امتى ده؟ ده في أواخر الأيام. يكون بعد ذلك، يجي بقى بعد كده في سفر الأعمال أصحاح 2، ويذكر بطرس هذه الآية وهو بيشرح إيه اللي حصل في يوم 50. فيقول لهم ده الأشخاص اللي انتوا شايفينهم دول ليسوا سكارة. بعدين في عدد 16 بقى يقول: بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله، ويروح مفسر بعد ذلك أو بعد هذا اللي بيقولها في يوئيل، يقولها بشكل أوضح، يقول: ويكون في الأيام الأخيرة. هل تعلم أننا في الأيام الأخيرة؟ ارفع ايدك كده قول باسم الرب يسوع: كل ما تنبأ به الرب لأجل هذه الأيام الأخيرة من مسحة نبوية ومن أحلام ومن رؤى لن يفقد منها شيء في اسم الرب يسوع. يقول: بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله، ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم. بيقول نفس الثلاث سمات: يرى شبابكم رؤى مع اختلاف الترتيب يعني، ويحلم شيوخكم أحلام. بيصف بطرس هنا ما حدث في يوم 50 بأنه ده تحقيق مباشر للنبوة بتاعت يوئيل، ويقول كده أنه النبوة بتاعت يوئيل دي هي بتصف الأيام الأخيرة. وسمعتني قبل كده بقول ده من أول ما التجسد بقى حدث كلمنا في هذه الأيام الأخيرة عن الآب في ابنه يسوع. أيضا يصف أيضا كاتب الرسالة هنا الأيام الأخيرة أو الوقت اللي حصل فيه التجسد بتاع الرب على أنه الأيام الأخيرة، في الأيام الأخيرة كلمنا في ابنه. وهنا الرسول بولس يقول لهم يوم 50 ده كأنه بيؤكد، كأنه بيضع الختم أن الأيام الأخيرة قد بدأت. طيب الأيام الأخيرة اللي بدأت ديت من أول تجسد الرب، وهنا في يوم 50 بيوصف دي الأيام الأخيرة، تستمر لغاية إمتى؟ تستمر إلى مجيء الرب الثاني. فنحن في الأيام الأخيرة، هذه حقبة الأيام الأخيرة، الألفين سنة دول دي حقبة الأيام الأخيرة. وبالتالي فكل السمات اللي بيقولها عن الأيام الأخيرة هنا لابد أن تكون متحققة في هذه الأيام التي نحن فيها. إيه السمات اللي بيقولها هنا؟ أقولهم لك تاني: يتنبأ بنوكم وبناتكم، يرى شبابكم رؤى، يحلم شيوخكم أحلاما. ده إيه ده؟ ده ميراث الأيام الأخيرة. ميراث الأيام الأخيرة في نبوة، في رؤى، في أحلام. ميراث الأيام الأخيرة في خط كده، الخط ده أو المجرى بتاع النهر ده أو الستريم دوت مكون من بعض الأمور، منها إيه؟ حاجات أساسية، منها نبوة، رؤى، أحلام. عشان كده هذه السلسلة مناظر الرب وإعلاناته لا في مرتبطة بالأيام الأخيرة، وكل ما رحنا أكتر تجاه المجيء الثاني كل يوم بيعدي علينا إحنا بنقرب من مجيء الرب الثاني. هل تعلم هذا؟ واخد بالك من ده؟ كل يوم بيعدي علينا إحنا بنقرب من مجيء الرب الثاني. اللي مستعد لمقابلة الرب، اللي الإناء بتاعه مليان زيت وأول ما يسمع كده يقول آمين تعالى أيها الرب يسوع، الروح والعروس يقولان
تعال. لو انت لما بتسمع عن مجيء الرب مش بتتهلل من جوه بتخاف، تعال النهاردة للرب وقول له رب أنا بديك حياتي من أول وجديد، أنت تمتلكني، أنت يا رب نعم تصيغ حياتي من أول وجديد عشان أبقى جزء من هذه العروس المشتاقة لمجيئك التاني. إيه اللي بيطلع جواك أول لما بتسمع أن إحنا بنقرب من مجيء الرب التاني؟ إيه اللي بيطلع جواك؟ هل بيطلع جواك فرح غير عادي؟ هل بيطلع جواك هاللويا سأرى الرب وجها لوجه؟ هللويا سأرى الرب وجها لوجه. نعم ارفع ايدك كده وقول هللويا سأرى الرب وجها لوجه. هللويا هللويا هللويا، لأنه الخزف اللي محتفظ بسمات الخزف إلى الآن بيتملي مجد بس ما زال خزف. الخزف ده حينما يأتي الرب سيتحول هللويا إلى جسد نعم ممجد، يختفي الضعف يختفي المرض حينها. هاللويا ارفع ايدك كده هاللويا قول هاللويا، لاني انا منتظر مجيء الرب التاني. ولو انت مش مستعد قول للرب، تعال نرفع ايدينا كلنا قول للرب يا رب اريد ان اكون مستعدا، اريد ان اكون مستعدا ايها الرب. وانا في الايام الاخيره، هذه الايام الاخيره وكل يوم بيعدي نحن نقترب من مجيء الرب، عشان كده لابد ان تكون اوانينا ممتلئه بالزيت في نوعين من العذاره الرب تحدث عنهم في انجيل متى، العذاره الحكيمات والعذاره الجاهلات. الفرق ما بين الاثنين دول انه العذاره الحكيمات كان عندهم من الحكمه ما يكفي، ان هم مع المصباح بتاعهم يبقى معهم إناء تاني في زيت زيادة. يا رب نريد أن مش بس المصباح بتاعنا، ارفع إيدك كده في اسم يسوع، مش بس المصباح بتاعي يا رب يبقى فيه زيت، أنا عايز الأواني كمان يبقى فيها زيت. أنا مش بس عايز مصباحي يبقى فيه زيت. يا رب تعالى افتقدنا في هذه الليلة في اسم الرب يسوع، كحل من أول وجديد يا رب عيون في هذه الليلة يا رب. أنا بصلي شكل الليل يختلف باسم الرب يسوع، شكل الليل يختلف حينما تأتي أيها الرب، تجدنا ساهرين في اسم الرب يسوع. ارفع إيدك كده واطلب من الرب يا رب نعم 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 في اسم الرب يسوع. الليل بتاعي يا رب يتملي بالنبوة، يتملي بالرؤى، يتملي بالأحلام الإلهية أيها الرب. الليل بتاعي يتملي بالتسبيح، الليل بتاعي يتملي بحركة إلهية أيها الرب، لأنك تأتي نعم هللويا تمشي يا رب في بيتي في وقت الليل. وقت الليل ما يبقاش فيه خوف، ما يبقاش فيه ارتعاب، لكن باسم الرب يسوع وقت الليل يبقى ممتلئ بالدهن الرب، بفرح الرب، بأحلام الرب نعم في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي كده هللويا. أشعر كده بداخلي النهاردة طول اليوم أنه الرب عايز يحط إيده على الليل، الرب عايز يحط إيده على وقت الليل، الرب عايز يحط إيده على الهزيع الأول والتاني والتالت والرابع من الليل، الرب عايز يحط إيده على 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 مطالع الصباح الفجر وهو الليل بيتحول للفجر. الرب عايز يحط إيده من أول وجديد. إحنا بنعمل إيه النهاردة في هذا الاجتماع؟ نملك الرب من أول وجديد على الليل في اسم الرب يسوع. نملك الرب نعم هللويا، ملك الرب، ملكي الرب الآن على لياليكي في اسم الرب يسوع. تبتهج مطالع الصباح ومطالع المساء أيها الرب، تبتهج بك في اسم الرب يسوع. هاللويا هاللويا هاللويا. لما ترجع للثلاث حاجات دول، النبوة، الرؤى، الأحلام، حاجة منهم بالتأكيد وهي الأحلام، ده مكانها أو وقتها إمتى؟ بالليل. والرؤى قد تكون بالليل، ممكن يأتي مع رؤى الليل زي ما الكتاب بيقول في مرات، فالرؤى أيضا جزء منها ممكن يكون بالليل، وحتى النبوة حينما تمتلئ بالروح القدس ده ممكن وأنت زي ما بيقول في مزمور 149 تبقى وأنت على السرير بتاعك على مضجعك بس ممتلئ بالنبوة، تصنع تعييرات في مملكة الظلمة، تأسر ملوكهم بقبول وشرفائهم بحديد وأنت على مضجع. نعم هللويا هللويا. فعشان كده الرب عايز يهيمن على الليل، يريد الرب ان يهيمن يهيمن. وهنا في معركه، هذه دي المعركه اللي انا عايز اتكلم عنها النهارده، دي معركه بتاعه الرفائيين، ليهم دور في
الليل في المعارك بتاعت الليل. عشان كده واحد منهم أو من أو أشهرهم يعني حينما يوصف بالسرير بتاعه. السرير بتاعه هو الوصف بتاعه، عشان الروح القدس عايز يشاور لك هنا إنه المنطقة دي بالنسبة له منطقة قوة، لأن حروبه موجهة لنفس المناطق دي، للسرير، للمضجع، لليل. فالرب النهاردة عايز يفتح عينيك على هذه المعركة. لماذا؟ لكي تأخذ سلطانا جديدا على العدو في هذه المنطقة في اسم الرب يسوع. أي مرة بيجي الرب يكشف عن 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 استراتيجية من استراتيجيات العدو، عن فكر من أفكار العدو، أي مرة الرب بيدخلنا في الزون اللي نتحدث فيه عن العدو لكي لا نجهل أفكاره، ما هي مشيئة الرب؟ مشيئة الرب أن يعطينا سلطانا على من أو ما يكلمنا عنه في اسم الرب يسوع. هذه هي مشيئة الرب. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع، النهاردة الرب هيديني سلطان على اللي بيكشفه قدامي في اسم الرب يسوع. مزمور 135، ناخد آيات سريعة. مزمور 135، وهتلاقي مكرر في مزمور 135 ومزمور 136 ذكرى نصرة الرب اداها للشعب بتاعه. فهيقول لك في مزمور 135 وعدد من أول عدد 10، الذي ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعزاء. ده إمتى؟ بعد ما الشعب خرج من أرض مصر. عشان كده في عدد 9 يقول أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده. وبعدين خرج الشعب من أرض مصر بقى، وبدأ إيه بقى؟ طول بقى الرحلة في معارك إلى أن وصلت بقى المعارك للذروة بتاعتها ما قبل الامتلاك. فيقولك الذي ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعزاء. وبعدين يذكر من هؤلاء الملوك ملكين، وهتلاقي دايما ذكرهم مع بعض، وهتلاقي وحينما نتغنى بنصرة الرب أو في تغني بنصرة الرب في المزامير أو في أجزاء أخرى، هتلاقي الملكين دول بيطلعوا. تقولي اشمعنا الملكين دول؟ اقول لك لانه دول ما كانوش ملوك عاديه، ما كانوش ملوك فقط كده، ومعظم الملوك كده، بس دول ليهم وضع مميز شويه. ما كانوش ملوك عاديين، لكن كانوا ملوك وهم بيتحركوا في بقى جحافل من مملكه الظلمه بيتحركوا معهم. يعني هنا المعركه اللي الرب اعطى فيها نصره للشعب، وزيها زي معظم المعارك، لم تكن فقط معركه بالبعد الطبيعي بتاعها. معظم المعارك كده، هتلاقي ايه؟ هتلاقي وراء الجيوش اللي كانت بتحارب شعب الرب في هذا الوقت في ارواح شريره هي اللي بتحرك الاعداء، وانواعها مختلفه. ده 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 حق بقى، لابد ان انت لما تسمعه تنتبه انه ممكن يبقى في امور بتحدث في حياتك وانت تتعامل معها لانها امور طبيعيه او امور عاديه، تقول دي مشاكل عاديه او امور عوائق طبيعيه، ويبقى المظهر البسيط بتاعها دوت او المظهر اللي انت مش شايف وراه بعد روحي، ده يبقى وراه ارواح شريره ونشاط من مملكه الظلمه هو اللي عامل الاعاقات دي في حياتك، او هو اللي عامل الحاجات اللي انت شايفها مشاكل بس شايفها طبيعيه، هي ممكن ما تبقاش طبيعيه. العهد القديم كثيرا ما يعلمنا هذا، لانه بيكشف لينا عن القوى الظلمه اللي خلف المعارك وخلف الجيوش اللي الشعب كان بيدخلها. فهتلاقي بقى في ملكين هنا مذكورين في عدد 11، يقولك سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان، وأعطى أرضهم ميراثا لإسرائيل شعبه. ملكين، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان. عايز أتكلم عن عوج ملك باشان. وبعدين في أيضا في مزمور 136 يكرر مرة تاني، دي بقى تسبيحة قوية. يبدأ المزمور بإحمدوا الرب لأنه صالح،
لأن إلى الأبد رحمته، احمدوا إله الآلهة، لأن إلى الأبد رحمته، احمدوا رب الأرباب، لأن إلى الأبد رحمته. وهيبتدي بقى يعدد بقى العجائب، الصانع العجائب العظام وحده، لأنه إلى الأبد رحمته، الصانع السماوات بفهم، لأن إلى الأبد رحمته الباسط. بيبتدي بقى يعدد هنا عجائبه من أول الخليقة، ويتحدث عنه الصانع أنوار عظيمة، الشمس لحكم النهار، القمر والكواكب لحكم الليل، لأن إلى الأبد رحمته. بعدين يدخل على الخروج ومصر، الذي ضرب مصر مع أبكارها، لأن إلى الأبد رحمته. بعد كده الخروج، وبعد كده دفع فرعون في عدد 15، ودفع فرعون وقوته في بحر الصوف، لأن إلى الأبد رحمته. الذي صار بشعبه في البرية، لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب ملوكا عظماء، لأن إلى الأبد رحمته. وقتل ملوكا أعزاء، لأن إلى الأبد رحمته. ويروح قايل سيحون ملك الأموريين، لأن إلى الأبد رحمته. عايز يشاور يقولك خلي بالك النصرة على سيحون، وبعد كده عوج ملك باشان، لأن إلى الأبد رحمته. والنصرة على عوج دي إيه بقى؟ دي كانت فعل رحمة الرب القوية جدا، لأن رحمة الرب قوية جدا. خلي بالك، لأن كل نصرة أنت بتاخدها على مملكة الظلمة، هذه النصرة على حساب دم الرب يسوع، ولأن الرب هو الرحيم الشديد القوي في الرحمة، زي ما كتاب يقول. لأن الرب بقى عايزك دائما منتصر، عايزك دائما غالب. الرب من رحمته لا يريدك منهزما، رحمة الرب قوية. عشان كده يقوله قوية رحمتك عليك. اوعى لما تسمع رحمة الرب تتخيل حاجة ضعيفة، أو رحمة الرب قوية. ده رحمة الرب تصنع معجزات غير عادية. رحمة الرب تشوفها في حياة يسوع، لما يقولك تحنن يسوع، تلاقي بعد تحنن دي على طول في ايه؟ في إقامة موتى، وفي شفاء مرضى، وفي تحرير مقيدين، وتحنن يسوع. رحمة الرب تحننه، هذا أمر قوي جدا جدا. نرفع ايدينا كده باسم يسوع ليتغطى هذا الاجتماع بالمراحم. هذه كلمة لامعة بداخلي، أن النصرة التي يريد الرب أن يعطيها لك كانت لامعة بداخلي قبل ما أجي. النصرة التي يريد الرب أن يعطيها لك هيبقى فيها استعلان لمراحم الرب على حياتك. هللويا هللويا. هنا بقى كاتب المزامير حط بقى عوج ملك باشان، سيحون ملك الأمورين، على أنها انتصارات عظيمة جدا جدا، زي الخروج، زي 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 الخلق بتاع السماء، زي أمور كبيرة. أو يروح حاطط معاها نصرة شعب الرب على سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان، عشان يلفت نظرك. يقول خلي بالك هنا في درس روحي مهم جدا. نذهب إلى سفر التثنية أصحاح 1 أولا، وبعدين أصحاح 3، نتتبع عوج عشان نتعلم عن هذه النوعية من الحروب. تثنية 1:1 يقولك هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية في العربة قبالة صوف، بين فران وتوفل ولبان وحضيروت وذي ذهب، 11 يوما من حريب على طريق جبل سعير إلى قادش برية. ففي السنة 40 في الشهر 11 في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم. بص عدد 4، بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون، وعوج ملك باشان الساكن في عشتاروث في إزرعي أو إزرعي. يبقى عندنا معلومة هنا أهو، أن عوج ملك باشان ده ساكن في عشتاروث. ولما ترجع لي معنى كلمة عوج، تعرف أنه معنى كلمة عوج إعوجاج، وبشان معناها عار، وعشتاروس دي يقول لك دي زوجة بعل، يعني الآلهة بتوع بابل وبتوع أشور، وبعل وعشتاروس يعني إيزابل اللي كانت سايبة كهنة البعل وبتعبد البعل، وأيضا كانت
تعبد مين معاه؟ عشتروس، لأنه البعل وعشتروس دول الزوج والزوجة. المعلومة دي مهمة ليه؟ لأنها بتقولك إنه مستوى هذا المعركة، هذه المعركة مستوى مش بسيط. مستوى المعركة اللي أنت بتسمع عنها دلوقتي مستوى ليس بسيطا. إيه المعركة دي؟ دي المعركة اللي العدو من خلالها يريد أن يسيطر على الليل، على وقت النوم بتاعك، على 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 السرير بتاعك، على المضجع بتاعك. على دي معركة ليست بسيطة. ارفع ايدك واعلن إيمانك أنه بسبب قوة الدم باسم الرب يسوع لنا نصرة في هذه المعارك. واعلن إيمانك كده أنه لا يوجد أمور ستتسرب لك عبر اللاوعي أثناء نومك في اسم الرب يسوع. مهم ده جدا، مهم ليه؟ لأنه الإنسان زي ما كلنا عارفين بيتركب من إيه؟ من روح ونفس وجسد. جبنا منين الكلام ده؟ في آيات في الكتاب بتقول كده. على سبيل المثال في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعلى 23 أعتقد، لما يقول وإله السلام بنفسه يقدسكم ولتحفظ بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم إلى أو في مجيء ربنا يسوع المسيح. تحفظ إيه هنا؟ روحك، نفسك، جسدك. فمن هذه الآية ومن آيات أخرى نعرف برضو أنه في عبرانيين في مفرق ما بين النفس والروح، بيتكلم عنه في رسالة العبرانيين. إذن النفس غير الروح، فيبقى الإنسان إيه؟ روح، نفس، جسد. النفس بتاعت الإنسان دي المتوسطة ما بين جسده وما بين روحه، ودي بقى ايه؟ دي اللي فيها الشخصية بتاعت الإنسان. يعني النفس بتاعت الإنسان فيها ايه؟ في أنا شاعر لازم تعرف الجزء الدراسي ده، لأن ده هيفهمك العدو بيسنطر على ايه في المعركة ديت. فالنفس بتاعت الإنسان في 4 دوائر بتصف النفس بتاعت الإنسان. دائرة المشاعر، المشاعر بتاعتك دي في النفس بتاعتك. دائرة الأفكار، الأفكار بتاعتك دي النفس بتاعتك. دائرة الإرادة، يعني أنت بحسب مشاعرك وبحسب أفكارك إرادتك بتتحرك عشان تاخد قرارات، فدائرة الإرادة أيضا في النفس بتاعتك. الدائرة الرابعة وهي المهمة ودي اللي بركز عليها النهاردة هي دائرة اللاوعي. في دائرة رابعة مش كتير ناس بتتكلم عنها، هذه الدائرة هي دائرة اللاوعي، ودي موجودة فين؟ موجودة في النفس أيضا. ودائرة اللاوعي دي اللي بتبقى شغالة يعني على الأقل خالص في وقت الأحلام بتاعت حضرتك. دائرة اللاوعي دي اللي بتبقى شغالة أنت وأنت نايم، ما بتبقاش دائرة الوعي هي اللي شغالة، لكن دائرة اللاوعي هي اللي بتبقى شغالة. وبالتالي حينما نتحدث عن مشيئة الرب انه يهيمن على الليل بتاعك، انه يهيمن على وقت نومك، انه يهيمن على السرير والمضجع بتاعك، احنا بنتكلم ضمنا عن مشيئة الرب ان يهيمن على اللاوعي في حياتك. اللاوعي ده ايه؟ ده انت ممكن تحلم بامور وانت نايم بالليل ولا تتذكرها حينما تستيقظ، لكن تلاقي تأثيرها واضح عليك وانت ما تبقاش عارف ده ليه. يعني ممكن اشخاص يحلموا خلال الليل مثلا، طبعا الأحلام التي تحلمها أيضا ليها 3 مصادر. يعني اللي بيحب يدرس كده يعرف أنه أي حلم أنت بتشوفه جاي من مصدر من الثلاثة. المصدر الأول، ويعني الترتيب يعني فقط للترتيب، لكن المصدر الأول وده اللي بصلي دائما تبقى أحلامي وأحلامك منه هو الرب. الرب هو مصدر أحلام، الرب بيدي أحلام لشعبه. الرب تحدث إلى يوسف لكي يصف له حياته اللي جاية في أحلام. الرب أتى لدانيال ووراله الحلم اللي هو كان مديه لنبوخذ نصر، وراهوله ليه؟ عشان يحل مشكلة دانيال كان هياخدوه ويموتوه هو وأصدقائه والحكماء كلهم في هذا الوقت. ليه؟ كان في الدور، يعني لأنه الملك كان حلم وعايزهم يقولوا له الحلم وتفسيره، مفيش حد عارف. فهنا إيه؟ اللاوعي، دائرة اللاوعي ديت الرب يستخدمها. الأحلام الرب بيستخدمها. الرب استخدم الأحلام في العهد الجديد كثيرا،
الرب استخدم حلم مع يوسف علشان يقول له انه يهرب بالصبي وعلشان يقول له خلاص يرجع تاني. احلام الرب اعطى احلام. ارفع ايدك كده وقول باسم يسوع احلامي تنقى. احلامي تنقى في اسم الرب يسوع. فهذه شواهد كثيره جدا في شويه افتحها معاك كلها بتقول لك يعني انه الرب بيدي احلام، يرشد من خلال الاحلام، يشجع من خلال الاحلام، يدي قوة الرب من خلال الأحلام، يدي اتجاهات معينة من خلال الأحلام، يصنع إنقاذ. تستطيع أن تضع، أنا بتكلم عن الأحلام يعني بشكل بسيط، لكن تستطيع أن تضع بجانب هذا أيضا الرؤى. الرؤى الرب يستخدمها كل هذه الاستخدامات، وعشان كده الأدوات دي مهمة في الأيام الأخيرة، لأن المعركة في الأيام الأخيرة مستواها مش بسيط، فتحتاج لكل الأدوات. عشان كده الاخوه اللي بيقول لك لا الحاجات دي انتهت ما مش عارف من القرن الاول ومش عارف ايه وكده، لا ده انت مش فاهم يعني ايه ايام اخيره ويعني ايه معركه اخيره ويعني ايه انه عروس الرب جيش الرب يحتاج الى الادوات والاسلحه المختلفه المتنوعه التي يعطيها الرب لاجل النصره في هذه المعركه الاخيره. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع لا تعوزني اي ادوات ولا اي حاجه الرب عايز يدهني في الايام الاخيره ديت. وباسم الرب يسوع لا يهيمن على ذهن أي شخص هنا حاضر في الاجتماع أي تعليم خاطئ بشأن هذه الأمور في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. هاليلويا. فالرب بيستخدم الأحلام، لكن أيضا ممكن الأحلام اللي بتشوفها تبقى جاية منك أنت. هل عندنا شواهد بتقول كده؟ آه عندنا شواهد في سفر الجامعة. أخذ شاهد على الأقل. في جامعة 5 وعدد 3 يتحدث عن الأحلام، بس دي نوعية تانية من الأحلام. فيقول لك لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل. دي نوعية تانية من الأحلام. دي مش أحلام الرب هو اللي مديها، أمال دي إيه؟ ولا إبليس، ده النوع الثالث اللي أقوله بعد شوية. أمال ده إيه؟ ده شخص مشغول بحاجة، فالنفس بتاعته لأنك مشغول، نفسك نفسيتك مشغولة بحاجة، نفسك مشغولة بحاجة، مشاعرك مشغولة، أفكارك مشغولة، عايز تعمل حاجة تشغل فيها إرادتك بس. فكل دول يجتمعوا ويروحوا إيه؟ يصبوا في اللاوعي بتاعك، ما دي الدوائر بتاعت النفس. فيجتمعوا ويصبوا في اللاوعي بتاعك فتشوف حلم. يعني يعني ما يعني شخص نفسه في حاجه قوي، او ف عارفين زي اللي يقول لك زي الجعان، ايوه يحلم بسوق العيش. لا استخدم الامثال يعني كثيره بس ده معبر قوي يعني. ده ليه؟ لانه ده شخص بقى عايز ياكل، جعان مش عارف ايه، فممكن لما يحلم يحلم بالخبز، يحلم. فده ايه؟ ده حلم جاي من النفس. ده الدوائر بتاعت النفس صبت المشغولية بتاعتها في اللاوعي. يوجد نوعية ثالثة من الأحلام، ودي بقى الأحلام اللي بيبقى وراها نشاط الأرواح الشريرة اللي أنا بتكلم عنه النهاردة. إيه النوعية دي؟ النوعية الأحلام بتاعت إبليس. في أحلام إبليس هو اللي يريد أن يحارب من خلالها الشخص. تقولي طب هو ممكن المؤمن يشوف أحلام يبقى إبليس هو مصدرها؟ أقول لك آه، دائرة اللاوعي زيها زي باقي الدوائر. مش ممكن أنت مع أنه فكرك مقدس للرب لكن العدو يجي يحارب ذهنك بفكرة معينة؟ ممكن. مش ممكن أنت مع أنه مشاعرك مقدسة للرب بس العدو يجي يحارب مشاعرك باكتئاب، يحارب. تقولي آه فهمها في المشاعر، فهمها في الفكر. مش ممكن العدو يبقى عايز يجمع العوامل عشان تاخد قرار خاطئ بإرادتك؟ آه ممكن. عشان كده بنصلي أنه إرادة الرب الكاملة المرضية هي اللي تهيمن على إرادتنا. هكذا أيضا زي ما العدو بيحارب المشاعر، زي ما العدو بيحارب الأفكار، زي ما العدو بيحارب الإرادة بتاعت الإنسان، أيضا يحارب العدو اللاوعي. فليس معنى انه شخص مثلا شاف حلم من العدو او انه هذا الشخص مثلا عنده خطيه في حياته او لا، بدليل ايه؟ بدليل انه
العدو أتى لكي يحارب الرب يسوع في التجربة على الجبل. لم يكن عند الرب أي خطية، الرب هو القدوس. فما فيش علاقة ما بين أنه العدو يحاربك وما بين أنه أنت عندك خطية أو ما عندكش، مش علاقة بين الاثنين. ليه؟ لأنه العدو يريد أن يحارب كل أبناء الرب وكل بنات الرب، وعشان كده الكتاب يحذرنا منه، لأن العدو يريد أن يسقطك في الضعف، في الخطية، في أيا كانت حالتك الروحية عاملة إزاي. ما العدو ما مش بيتراجع من انه لا يريدك ان انت تبقى مثمر، لا يريدك انك تعيش حياه الراحه الكامله، لا يريد لا يريد لا يريد، عشان كده بيحارب كل هذه الدوائر. فممكن اللاوعي ايضا العدو يحاربه من خلال احلام الارواح الشريره ترسلها. بس خلي بالك بقى، لانه الاحلام دي انا متاكد انه كثيرين اختبروا اللي انا بقوله ده، انت ممكن في الحلم نفسه تختبر يعني ايه انه روحك بتدافع او بتهاجم كمان العدو في مرات اللي جاي يرمي حلم، وبتنتصر في الحلم وتقوم بنصرة حقيقية. ادي المجد للرب. هللويا هللويا. وكثيرين اختبروا دوت، وسمعت اختبارات كثيرة. وباسم الرب يسوع في اي مرة يأتي العدو لكي يحارب اللاوعي نصرة حقيقية، ده في مرات تتحول هذه الاحلام الى مصدر للفرح والفخر، اني بقوم عارف انه انساني الداخلي صار قويا جدا باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. هنا بقى العدو بقى الارواح الشريره ممكن تبقى بتبعت احلام، لكن ايضا خلي بالك لانه الارواح الشريره ايضا تريد ان تستخدم النوعيتين التانيين من الاحلام. يعني مش بس العدو بيبعت أحلام، لكن العدو يجي على حلم مثلا أنت حلمته بالنفس ويبقى عايز يستخدمه، يخليك مثلا تخاف على حاجة في مستقبلك من خلاله، يخليك مش عارف إيه. أو يستخدم العدو، خلي بالك بقى من اللي هقوله، يستخدم العدو حلم الرب هو اللي ادهولك، بس الرب بيكشف لروحك من خلاله ممكن أحد مشيئات العدو. هو في احلام كده في الكتاب، يعني في مثلا حد شاف رؤية او حد شاف حلم او والرب اللي مديه وفي الحلم شاف مشيئه العدو. عندنا مثل واضح جدا من سفر زكريا، هتعرفوه اول لما نفتح الشاهد على طول. ده زكريا هنا شايف، يقولك اراني، مش عارفين أراني بقى ديت هنا حلم ولا رؤية ولا، بس اهي دي حاجة ايه، حاجة روحية، يعني الرب هو الذي أعطاها. ارفع ايدك قول باسم الرب يسوع لنا نصرة في هذه الليلة. هاليلويا. واعلن إيمانك مرة تانية، الرب بيكلمني عن ما يكلمني فيه في هذه الليلة عشان يرفع سلطاني واخد نصرة في المنطقة دي باسم الرب يسوع. نخرج بنصرة جماعية. يقول لك ايه بقى؟ واراني، ده هنا الرب اللي بيوريه، يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه لايه؟ ليقاومه. اذا ما يراه هنا زكريا الرؤيه دي او الحلم ده بتكشف ايه؟ هي من عند الرب ولا لا؟ هي من عند الرب، بس تكشف ايه؟ بتكشف العدو عايز يعمل ايه. خلي بالك عشان ده مهم جدا، لانه ده بيعمل لخبطه ساعات عند اشخاص. لما الرب يمررك على منطقه في الروح في الحلم او في الرؤيه يوريك حاجه، والحاجه دي مش ده اللي انت استقبلته في روحك، او مش ده اللي انت فاهمه من الرب، او انت عارف انه لو وراك حد او وراك في وضع صعب، او انت عارف دي مش مشيئه الرب، بس تشوفها. في ناس لانه ما فيش الانزعاج بتاع انه الحلم من عند العدو، لان الحلم من عند الرب. ففي ناس اول ما تستقبل ده تقوم بقى الصبح تقول خلاص دي مشيئه الرب هيحصل كده، او روحه تنزعج، يعني يقول لك ما انا الرب كشف لي في حلم انه فلان مش موجود مثلا في كذا، او يبقى خلاص دي مشيئه الرب. لا، دي مش مشيئه الرب. ده الرب زي هنا بالظبط ما ورى زكريا، بيوري له ايه؟ بيوري له حاصل في الروح. ليه الرب بيوريك اللي حاصل في الروح في مرات في احلام؟ ليه الرب بيوريك في احلام؟ الرب هو اللي وراك
بس تبقى شايف وعارف انه ده مش اللي الرب حطه في روحي. عشان الرب يقولك خلي بالك هذه رسالة فيها تحذير، تحذيرية، في انذار، العدو عايز يعمل كذا. تقولي اعمل ايه لما يبقى عندي حلم كده؟ اقولك على طول تقاوم. اول لما تصحى من النوم لو انت روحك ما تحركتش وانت نايم، اول ما تصحى من النوم وانت بقى تقولي طب اعرف منين؟ اقولك الروح القدس هيكشف لك، والكلمة كمان ينفع تكشف لك، لانه في مرات بيبقى في حاجات انت شايفها. شفت مثلا في الحلم شخص مثلا مريض، مثلا هو مش مريض وصحته كويسه، تقول لي اه طب انا لما قمت كده وقعدت افكر اه ده هذا الشخص ابن للرب، الرب بالتاكيد مش مشيئته انه يبقى مريض، يبقى انا شفته ده ايه؟ اه يبقى العدو هنا عايز يعمل كده. اعمل ايه؟ اول لما اصحى ارفع ايدي بسلطان واقول باسم الرب يسوع لن يكون ما رايته في اسم الرب يسوع، وصلي كده ان الرب يديك تمييز. لما الرب بيرسل لنا كلمات مثل هذه ده معناه ايه؟ ده معناه ان في حاجه متحركه في الروح، والرب عايز يعلمنا، الرب عايز يعلمك. فخلي بالك بقى النوعيه دي من الارواح الشريره او النوعيه دي من نشاط مملكه الظلمه بيبقى في مرات بشكل مباشر من خلال احلام من العدو، لكن في مرات تانية يبقى عايز يستخدم الاحلام اللي من اللاوعي بتاعك من نفسك، أو يبقى عايز يستخدم الأحلام من عند الرب عشان يدي انطباعات مزيفة أو يدي انطباعات ليست صحيحة، والمؤمن يبتدي يسير ويزق في طرق هي مش بتاعت الرب، ويبقى هو شايف أنه أنا شفت دوت، ويبقى صادق شاف ده وعارف أنه الحلم من عند الرب. اللي أنا بقوله ده محتاج إيه؟ ده محتاج اتضاع شديد جدا جدا جدا، ومحتاج استسلام لعمل الروح عشان الروح يفرز جوايا وأصلي أصلي 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 أن الرب يحفظ أحلامي، وأصلي أنه في مرات العدو يجي يعمل كت، فالكت دي تخلي بقى مفردات الحلم ما جاتش أو ما انسكبتش أو فتعمل لخبطة أكتر. ارفع إيدك أقول باسم الرب يسوع امتلاك للاوعي، امتلاك للا وعي في حياتي في اسم الرب يسوع. اوه يا رب اشكرك. ارجع تاني لسفر التثنية وهقول لك هيبان دلوقتي انا ليه رابط ده بعوج. ففي عدد 4 من تثنية 1 يقول لك بعدما ضرب سيحون ملك الأمورين الساكن في حشبون وعوج ملك باشان الساكن في عشتروث في إزرعي. بقولك إنه هذه المعارك مستواها مش بسيط، وخلي بالك لأنه عوج هنا ده إيه؟ ده ساكن في عشتروث. عشتروث إحنا بنتحدث عن حتة فيها عرافة، فيها عيافة متداخلة معها إيزابل زي ما كانت متداخلة في وقت إيليا. نرفع أيدينا ونعلن احتماءنا بالدم الثمين وتنقية لأجوائنا في هذه الليلة في اسم الرب يسوع. وبعدين بقى في تثنية 3 بيقول تفاصيل هذه المعركة. في تثنية 3 يعني في تثنية 1 بيقولك الكلام ده موسى اتكلم بيه بعد ما انتصر على سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان، وبعدين في تثنية 3 بيحكي لك شوية تفاصيل. في تثنية 3:1 يقول لك ثم تحولنا وصعدنا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في إزرعي. أقول لك حاجة مهمة جانبية بس مهمة، هذه المعارك كان الهدف منها إيه؟ سواء سيحون أو عوج، المعارك دي كان الهدف منها تعطيل الامتلاك، لأن الشعب خلاص ده داخل الشعب هنا هيقسم الأراضي وهيمتلك، وهذه المعارك كان الغرض منها تعطيل الامتلاك. الرب أعطانا عظة في بداية هذا العام في شهر يناير، أنا رجعت العظات لأني شعرت أنه إحنا رحنا المنطقة دي قبل كده. في شهر يناير الرب أعطانا عظة أيضا عن عوج وعن سيحون، ده معناه أنه الرب بيقولك خلي بالك هذا العام سأعطيك فيه نصرة نهائية في اسم الرب يسوع، نصرة نهائية. دي طريقة الروح القدس لما يكرر رسالة مرة اتنين تلاتة. طبعا رسالة النهار تفاصيلها مختلفة شوية، لكن في نفس المنطقة
ده معناه ان الرب عايز يحسم الحرب دي في هذا العام في اسم الرب يسوع. فيقول لك بقى كده: خرج عوج ملك بشال للقائنا هو وجميع قومه للحرب في إزراعي. فقال لي الرب: لا تخف منه، لا تخف منه. ارفع ايدك كده وانت بتستمع عن هذه المنطقة، قول باسم الرب يسوع: لا اخاف. دم علي، على حياتي، على حياة، على حياة كل افراد اسرتي باسم الرب يسوع. دم الرب يسوع، لو زوجة اعلني عليك وعلى زوجك، لو زوج اعلن عليك وعلى زوجتك. دم الرب يسوع على اطفالنا في اسم الرب يسوع، على اولادنا، على بناتنا. ارفع ايدك واعلن: البيت مغطى بدم الرب يسوع باسم الرب يسوع، وترتعب الارواح الشريره، تيجي حوائط الدم حوالين البيت. هللويا. الاسوار، اسوار الدم اللي بتعلن النعمه العظيمه تكون حول بيوتنا في اسم الرب يسوع. لا تخف منه، لا تخف من عوج. وهتشوف بعد كده ليه الرب يقول له لا تخف، لان عوج ده الطبيعي بتاعه مخيف. قول له: لا تخف، ما تخافش، لاني قد دفعت الى يدك وجميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون. فدفع الرب إلهنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك بشان وجميع قومه، فضربناه حتى لم يبق له شارد، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، لم تكن قرية لم نأخذها منهم. 60 مدينة. المعركة دي مش بسيطة، في 60 مدينة أخذوها في المعركة ديت، كانت بتاعت عوج. كل قرى أرجوب مملكة عوج في بشان، كل هذه كانت مدن محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزاليك، سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا. كان عندهم قرى تاني الصحراء دي، قرى الصحراء دي يقول لك دي قرى ما كانش فيها أسوار، بس برضو كتيرة جدا، وكان فيها الأشخاص اللي تابعين لعوج. يقول لك: فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون، محرمين كل مدينة، الرجال والنساء والأطفال، لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا. أخذنا في ذلك الوقت من يد ملكي الأموريين الأرض التي في عبر الأردن من وادي أرنون إلى جبل حرمون، والصيدونيون يدعون حرمون سريون، والأموريون يدعونه سنير، كل مدن السهل وكل جلعاد وكل بشان إلى سلخة وإزراعي، مدينتي مملكة عوج في بشان. بص اللي جاية بقى: إن عوج ملك بشان وحده بقى من بقية الرفائيين. إذن عوج ده اللي بنتكلم عنه ده بقى من الرفائيين. تقول لي ايه موضوع الرفائيين ده؟ وبعدين يقول لك معلومات تانية عنه مهمة. يقول لك: هذا سريره سرير من حديد. خلي بالك، الروح القدس مش بيوصف او مش بيذكر اي وصف بدون معنى. فجأة يروح يكرر هنا، يقول لك ايه؟ يوصف لك السرير بتاعه. يقول لك: هذا سريره سرير من حديد، اليس هو في ربة بني عمون؟ هو ايه اللي في ربة بني عمون؟ السرير بتاعه. انت لهذه الدرجة الموضوع ده مهم؟ توصف السرير بتاعه. يقول لك: طب بص معلومة تانية عن السرير: طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع رجل. عارف يقول لك الذراع ده يعني في الوقت دوت كده في آراء يعني مختلفة، بس الرأي الطبيعي المنطقي يقول لك الذراع هنا ب 45 سنتي 45 50 يعني ايه؟ يعني نص متر تقريبا. يعني الراجل ده السرير بتاعه 9 أذرع يعني قد ايه؟ 4.5 متر وعرضه 4 أذرع، كبير شويه صح ولا ايه؟ ومهتم ان يقول لك ان السرير بتاعه من حديد وموجود في ربة بني عمون. ايه القصه دي؟ ليه بركز على التفاصيل دي؟ عوج ملك بشان وحده بقى من بقيه الرفائيين.
تلاقي بقى معظم الدراسات يربطوا لك ما بين الآية دي وما بين سفر التكوين أصح 14. حتى دراسات باللغة العربية، يعني لو بتحب تدرس مثلا الكتاب المقدس في الخلفيات التوضيحية، كتاب اللي هو النازل الجديد ده، هتلاقيه رابط لك ما بين الآية دي، كاتب لك معاها تكوين 14 عدد 5 وعدد 13. ده ايه؟ ده مصدر من وسط مصادر متنوعة. ليه بقى؟ عشان عايز اقول لك هنا درس مهم جدا. مين الرفائيين دول؟ ليه المعركة دي الرب النهاردة يريد انه يعطينا فيها سلطان لكي تنتهي تماما ولا يكون لها عودة في اسم الرب يسوع؟ تكوين 14، خلي بالك المعلومة اللي في تسنية 3 هنا، ان عوج ملك بشان وحده بقى من بقية الرفائيين. يعني رفائيين في حادثة ما خلاص ما بقوش، كأنهم اتهزموا ما بقوش موجودين، بقى منهم عوج. وده اللي بعد كده من عوج دوت اللي هيأتي منه بقى نسل آخر. عشان كده هتلاقي معارك الرفائيين مستمرة بعد كده. تكوين 14 لما تروح بقى على معنى كلمة الرفائيين كده، وإحنا بنفتح تكوين 14، معنى كلمة الرفائيين المعنى البسيط بتاعها يعني جبابرة، أو لكن في معاني أخرى لهذه الكلمة، زي ما تدي معنى ظلال الموت، تدي معنى أرواح الراحلين، في حاجة روحية في هذه المنطقة من مملكة الظلمة. والكلمة في الأصل رفائيين ديت يرجعوا الجذر بتاعها، الدراسات ترجع الجذر بتاعها إلى كلمتين. كلمة معروفة عندنا اللي هي رفا، اللي هي الشفاء، وكلمة تاني شبيهة بيها جدا رفها، شبيهة بيها أو رفت، شبيهة بيها جدا. ودي لما ترجع للمعنى بتاعها تلاقي المعنى بتاعها ضعف، العكس خالص. وكأنه الرفائيين الكلمة نفسها بتقول لي انه العدو اللي وراء الرفائيين ده يريد ان يستخدم مال الشفاء لاجل الضعف، مال الراحة لاجل التعب. لو بصيت كده تقول في اليوم بتاعي الراحة بتاعتي الجسدية دي الوقت بتاعها امتى، او بتاع الاستعلام بتاعها امتى، وانا في البيت ولما اجي انام ولما اجي، ده الوقت بتاع الراحة. كأن الرفائيين يريد ان يستخدم الوقت بتاع الراحة او عايز يقلب الشفاء اللي المفروض يحصل. انت عارف في شفاء كده طبيعي بيحصل وانت نايم، الجسم بتاعك رب خلق الجسم بعظمة الهية، الجسم في بيحصل فيه شفاء لأمور، ويحصل فيه عمليات حيوية بتحصل مهمة جدا، وبتحصل امتى؟ بتحصل وقت النوم. العدو ده اللي عايز بقى يسيطر على الليل، مش عايز هذه الأمور التي تحدث للشفاء تحدث، لكن عايز العكس هو اللي يحصل، ضعف، في ضعف. أرجع بقى لتكوين 14، المعنى مهم. وبعدين برضو يسموا الرفائيين، يمكن قرينا دوت أعتقد في تسنية مرة تاني كده، تسنية 3 لو أنا فاكر صح. هنا في بيعطيهم أسماء تاني في تسنية 3، لكن أنا بدور على سميهم زمزميون في مكان ما، لو حد يعرف يطلع لنا الشاهد. فالرفائيين بيسموا الزمزميون، تسنية 2:10. مهم. والاثنين هايل، تسنية 22
يقول لك هي أيضا تحسب أرض رفائيين، سكن الرفائيون فيها قبلا، لكن العمونيين يدعونهم زمزميين. ليه ده مهم؟ لأنه ده بيقول لك برضو الرفائيين دول عايزين يعملوا إيه. كلمة زمزميون دي يعني صانعوا ضجيج أو طنين في الأصل. فالرفائيين دول دول ظلال الموت، لأنه عايزين يقلبوا الشفاء إلى مرض، عايزين يقلبوا الراحة إلى تعب. وأيضا الرفائيين دول ليهم علاقة بالعمالقة أو الجبابرة، زي ما باين من المقاس بتاع السرير وزي ما هنقرأ دلوقتي. وأيضا الرفائيين دول زمزميون، يعني إيه؟ بيعملوا ضجيج أو رنة في الروح أو طنين في الروح، ليس إلهي بالتأكيد. وخلي بالك، لأن ده ليه علاقة بالتردد بتاع جسدك، لأنه مشيئة الرب وإنت نايم جسدك يضبط التردد بتاعه على تردد الإلهي. ده اللي هو لما بتصحى الصبح وده حاصل، تشعر إن أنت نمت كويس قوي وجسدك مرتاح قوي. هتفهم أنا بتكلم عن إيه؟ ارفع إيدك كده وقول باسم يسوع، ليكن هذا هو السائد في حياتي، أن روح القدس يجي بالتردد بتاعه أنا نايم في اسم الرب يسوع. فأصحى الصبح بقى يعطي حبيبه نوما، يعطي حبيبه وهو نائم، أيا كانت ترجمة اللي أنت بتحبها للآية دي. فأصحى الصبح إيه بقى؟ النوم بتاعي يلذ لي النوم بتاعي. عارف لما تنام نوم لذيذ، نوم لذيذ، تقولي ده رب مهتم بالموضوع ده؟ قولك رب مهتم جدا، رب مهتم إنك تنام نوم لذيذ. ارفع إيدك كده قول باسم يسوع، أوه يا رب تأتي بهدوء على أوقات النوم في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. فالرفائيين أو الزمزميين دول صنعوا ضجيج، صنعوا طنين، كلمة أدق طنين. ليه؟ لأنه هو عايز يلعب في التردد. يا رب أصلي باسم يسوع لا يكون هناك أحلام من العدو تحمل أمراضا لأي شخص هنا في اسم الرب يسوع. ارفع إيدك كده، ولو في أي أحلام أدخلتك إلى منطقة من المرض أو التعب الجسدي في اسم الرب يسوع، يا رب اصنع شفاء في هذه الليلة. يا رب هذه هي مشيئتك في وسطنا، أن تصنع شفاء من أي أمراض أتت من الأحلام أو في وقت النوم في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. تكوين 14 نقرا بقى عن الرفائيين، وهقرا لك من اول عدد واحد عشان نفهم. حدث في ايام امرافل ملك شنعار، واريوك ملك الاسار، وكدر لعمر ملك عيلام، وتدعال ملك جويم، أن هؤلاء صنعوا حربا، دول أربع ملوك، صنعوا حربا مع بارع ملك سادوم، وبرشاع ملك عمورة، وشنآب ملك أدمة، وشميئبر ملك صبويم، وملك بالع التي هي صغر. دول كام ملك؟ خمسة. شوف دي معركة فيها أربع ملوك ضد خمس ملوك. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى عمق السديم الذي هو بحر الملح. 12 سنة استعبدوا لقدر لعمر، والسنة 13 عصوا عليه. وفي السنة 14 أتى قدر لعمر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيين في عشتاروس. عايز بس أشاور على معلومة مهمة هنا. قدر لعمر هنا ده واحد من الأربع ملوك اللي ضد بارع ملك سدوم، ومعاه أربع ملوك تاني، يعني في خمس ملوك منهم بارع ملك سدوم، اللي ضدهم قدر لعمر ملك عيلام، ومعاه ثلاث ملوك تاني، أربعة ضد خمسة. فقدر لعمر ملك عيلام ضد بارع ملك سدوم، دي معلومة مهمة. ليه معلومة مهمة؟ لأنه في الوقت ده لوط في سدوم. فقدر لعمر بقى هنا عمل ايه؟ يقول لك اتى قدر لعمر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيين في عشتاروس قرنايم، والزوزيين في هام، والإيميين في شوي قريتايم. ايه اللي حصل هنا؟ قدر لعمر جه ضرب
الرفائيين. فقامت معركة ما بينه وما بين هو وثلاث ملوك وبارع اللي هو ملك سدوم وأربع ملوك. قامت معركة ما بين قدر العمر وبارع. معنى كده أن بارع في صف مين؟ اللي مركز هيقول برافو عليكم الرفائيين، لأن قدر العمر ضرب الرفائيين وقامت معركة ما بينه وما بين بارع ملك سدوم والملوك اللي معاه. إذن الرفائيين هنا في جنب مين؟ في جنب بالضبط كده سدوم. وزي ما لما تدرس تعرف انه دي المنطقة المحيطة بسدوم، وهنا يوجد مغزى. بس ارفع ايدك كده وقول للرب يا رب خلي الاعلان يرتب بداخلي لكي تعرف عدوك في اسم الرب يسوع. في عدد 8 يقول لك فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة وملك صبويم وملك بالع التي هي صغر ونظموا حرب معهم في عمق السديم مع قدر العمر ملك عيلام وتدعال ملك جويم وأمرافل ملك شنعار وأريوك ملك الأسار 4 ملوك مع 5. وعمق السديم كان فيه أبار حمر كثيرة، ودي معلومة مهمة لأن المكان اللي كان فيه المعركة هنا أبار حمر يعني أبار بركانية، كان فيه نار بتطلع من الأرض. دي نفس المنطقة بتاعة سدوم. هنا كان فيه تحذير إلهي مبكر لبتوع سدوم وعمورة أنه في خلي بالكم في دينونة جاي عليكم، بس بدل ما النار والكبريت جم من السماء بعد كده كانت طالعة من الأرض، كان فيه أبار حمر طالعة من الأرض في هذا الوقت. فهرب ملك سدوم وعمورة وسقط هناك، والباقون هربوا إلى الجبل، فأخذوا جميع أملاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضوا، وأخذوا لوط ابن أخي إبرام وأملاكه ومضوا إذ كان ساكنا في سدوم. فأتى من نجا وأخبر إبرام العبراني. زي ما بقولك لو بتحب تراجع روح راجع ورايا في الخلفيات التوضيحية، هتلاقيه رابط لك عوج اللي نجا من الرفائيين. مش احنا لسه قارين آية انه عوج هو اللي باقي من الرفائيين؟ هتلاقيه رابطها لك هنا مع العدد بتاع عدد 5 وعدد 14 وعدد 13 آسف. عايز يقولك ايه؟ عايز يقولك لما ضرب الرفائيين بالكامل في عدد 5، ودي هنا خلي بالك دي معركة شعب الرب ما مش فيها، إبراهيم مش فيها، دي معركة في مرات الأمم بتتناحر معا، ويبقى الرب يستخدم أمة كعصا للدينونة والقضاء على أمة أخرى، وشعب الرب بعيد تماما. ده كان حاصل هنا. فهنا ضربوا الرفائيين وقضوا عليهم، خلصوا عليهم، بقى نجا من الرفائيين. الدارسين بقى يقولك يا إما اللي نجا هو عوج نفسه، ولأنه الدراسات تقولك عوج عاش مئات السنين اكسبشن كده استثناء، والبعض يقولك ليه؟ لأنه عمل هنا خدمة في إبراهيم فكأنه أخذ بركة إنه عمره يتمد. ممكن دي نظرية ممكن ما توافقش عليها. النظرية الأخرى السهلة جدا إنه أبناء عوج بقى. أبناء آسف اللي نجا ده اللي طلع منهم عوج. ما هو في هنا نجا من الرفائيين وبعد كده بقى طلع عوج بعد كده اللي هو أيضا من الرفائيين. أنت لا أريد أن أقنعك بإحدى النظريتين، يعني أنت خد دي أو دي، بس في الاثنين بيوصلوني لإيه؟ إنه الرفائيين اللي كانوا موجودين، العمالقة اللي كانوا موجودين في وقت سدوم وعمورة هم اللي باقي منهم عوج. طب هم اللي كانوا موجودين في وقت سدوم وعمورة دول هل ليهم علاقة بعد لما الرفائيين اللي كانوا موجودين دول ما بقوش موجودين لأن هم قدر العمر قضى عليهم؟ هل في علاقة ما بين دي وما بين قصة سدوم وعمورة نفسها؟ في علاقة ما بين الاثنين. ايه العلاقة ما بين الاثنين؟ انه في قصة سدوم وعمورة لما الملكين راحوا بقى بعد كده في تكوين 19، لما الملكين راحوا بعد كده علشان يهلكوا سدوم وعمورة، أراد الرجال بتوع سدوم وعمورة أن هما يعملوا الشر مع الملكين دول. تقول لي أرادوا يعملوا الشر مع الملكين إزاي؟ طب هو في حاجة في الكتاب كده؟ أقول لك ما أيام نوح إيه اللي خلى الطوفان يأتي على الأرض؟ لأنه هنا حصل إيه؟ حصل شر ما بين الملائكة وما بين بنات الناس.
وده رأي بقى يوافق عليه الآباء وله ثقله يعني حتى في الدراسات الحديثة. فهنا إيه اللي حصل بقى؟ فعشان كده نتج منهم العمالقة زي ما بيقولك في وقت نوح، فأتى الرب بالطوفان عشان يبيد هذا الجنس المشوه. لماذا؟ لأنه الجنس المشوه ده كان الهدف بتاعه أنه يبوظ النسل فيبوظ خطة الخلاص. فالرب أتى بالطوفان. تقول لي إيه علاقة ده مع سدوم وعمورة؟ ولكن سدوم وعمورة كانت إعادة استنساخ لما حدث وقت نوح. الربط اللي بربطه لك ده الكتاب نفسه هو اللي بيربطه. حين يعني لو عايز آيات لما نروح لرسالة بطرس خد لك ثلاث شواهد سريعة جدا من العهد الجديد. رسالة بطرس الأولى وبعدين أخذ شاهد من الثانية وبعدين أخذ شاهد من يهوذا. رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثالث وعدد 18. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار ومن أجل الأسمة لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء. ده بيتكلم عن إيه هنا؟ بيتكلم عن الرب يسوع حينما نزل إلى أقسام الأرض السفلى فذهب كرز للأرواح التي في السجن. كلمة كرز هنا يعني أعلن الدينونة في الأصل، يعني عمل إعلان على الأرواح اللي كانوا في السجن. تقولي ده إيه علاقة؟ تقولك دي هذه الأرواح التي عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح. ده إيه ده؟ ده صاحب الـ 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 الآية دي أو الوقت ده اللي بتقرأ عنه في الآية صاحبه ما تقرأ عنه في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني وعدد 4. لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. ويروح رابط لك على طول يقولك ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا سامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. ده هنا بيوصف ايه؟ ده هنا بيوصف اللي حصل وقت نوح. بيقولك انه في الوقت اللي قبل نوح بقى في اشخاص، هؤلاء الاشخاص عملوا خطية. الخطية دي بتبان عندنا هنا انه في ملائكة كانوا مشتركين في هذه الخطية ونتج العمالقة او الجبابرة زي ما بيسميهم في سفر التكوين. وبعدين اتى الرب بالطوفان. وبعدين في عدد 6 يقول لك وإذ رمد، رمد يعني خلاها رماد، مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعتدين أن يفجروا، وأنقذ لوط البار مغلوبا من سيرة الأرضياء في الدعارة. تقول لي ليه بتركز؟ أقول لك لأنه هنا بيربط ما بين اللي حصل فيه الطوفان واللي حصل فيه سدوم وعمورة. ربط بقى أكثر وضوحا من رسالة بطرس الثانية هنلاقيه في رسالة يهوذا، وهيقول بقى بالظبط انه سدوم وعمورة دول مشيوا على نفس الطريق اللي مشي عليه الخطاء ايام نوح. في رسالة يهوذا راهي من اصحاح 1 ونبدأ القراءة بعدد 6. والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم، اهو ده نفس الفئة اللي بيتكلم عنها في بطرس الثانية الأصحاح الثاني لما يقول الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم. نفس الفئة يقول لك هنا إيه؟ الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية. أدي السلاسل هي تحت الظلام، كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما. حد شايف؟ إذ زنت على طريق، إذن سدوم وعمورة زنت على طريق
زي بالضبط اللي حصل ايام نوح، اللي هو ايه؟ الملائكه الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى دينونه اليوم العظيم بقيود ابديه تحت الظلام، كما ان سدوم وعموره والمدن التي حولهما اذ زنت. برضو لو بتحب تقرا وتدرس حاجات يعني عربي هتلاقي اللي بقوله لك ده بالاصل اللغوي موجود في احد الكتب الدراسيه تحت عنوان ملاحظات على ترجمه فان دايك. والشخص اللي عامله ده شخص دارس اكاديمي، شخص اسمه دكتور غسان خلف، ده يعني معتبر في الدوائر الاكاديميه، بيؤكد اللي بقوله لك ده الترجمه ديت بالظبط. فيقول لك كما في عدد 7 ان سدوم وعموره والمدن التي حولهما اذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد اخر. بص بيوصف اهو، جعلت عبره مكابده عقاب نار ابديه. ولكن كذلك هؤلاء ايضا المحتلمون ينجسون الجسد، بص اللي جايه، ويتهاونون بايه؟ بالسياده، ويفترون على الملائكه. فايه اللي كان بيحصل فيه سدوم وعموره؟ مش مجرد ان هم لقوا رجلين فكانوا عايزين يعملوا معاهم الشر، يقول لك المدينه كلها خرجت، لا، دول فاهمين انه دي دول ملائكه. عشان كده الملائكه لما جم يدافعوا على لوط اخذوا لوط دخلوه جوه، ويقول لك اصابوهم بالعمى، في معركه مباشره ما بين الملائكه وما بين اهل سدوم وعموره. تقول لي بقى طب انت ليه بتحكي كل القصه ديت؟ اقول لك لانه دي كانت محاوله اخرى لانتاج رفائيين. عشان كده تلاقي انه الحادثتين اللي فيهم دينونه واضحه جدا، نوح الطوفان ورب قال مش هعمل طوفان تاني، سدوم وعموره نار وكبريت من السماء. ليه؟ لانه هنا في محاوله اخرى لانتاج رفائيين. القصه بقى دي كلها الرفاء اللي فضل منها هو عوج ملك بشير اللي بيوصفه. أرجع بقى تاني للوصف بتاعه اللي بيوصفه في سفر التثنية. إذا نحن لا نتحدث عن حرب روحية اعتيادية أو معتادة، نحن نتحدث عن حرب روحية غير اعتيادية بسبب هذه العوامل التي حاولت أن أصفها لك في أبعاد تاني كتير. ما يعني أصلي الروح القدس بقى يقودك أنت تذاكر وتدرس. فليه بقول لك ده؟ عشان تعرف انه ده في معركه روحيه هنا، والمعركه الروحيه دي غير اعتياديه، وهذه المعركه في الايام الاخيره بتتصاعد وتيرتها، لان العدو، انا هقولها بمنتهى البساطه، عايز مؤمنين مبلمين. العدو عايز مؤمنين مبلمين في الايام الاخيره. واحده من ادوات انه يعمل مؤمنين مبلمين هي اللاوعي. انه اللاوعي، ما انت في الوعي، انت عارف، انت فاهم. اللاوعي بقى مبلم، مش عارف مبلم ليه، اليوم بيعدي ومش عارف اليوم بيعدي ليه، لانه في مرات بيبقى الوقت بتاع النوم بتاعك او حتى خارج وقت النوم حدث هجوم على اللاوعي عندك، وراءه هذه القوى الشريره اللي نتحدث عنها. وبالتالي التعامل هنا مع انك مبلم، مع انك صحيت من النوم حاسس ان انت تعبان بزياده جدا، كاني ما نمتش، في حاجه ذهني مش مظبوط، ايه التعامل هنا؟ التعامل هنا مش ان انت تفضل تفحص في نفسك. التعامل الاول هنا، هذه حرب روحيه، التعامل الاول هنا هو ان تستخدم سلطانك. خلي بالك لانه البلم في الايام الاخيره واحده من ادوات العدو القويه. مش عارف البلم دي كلمة أخبارها إيه، بس يعني أرجو أن أنتم فاهمينها. أحد أدوات العدو القوية التي يريد أن يستخدم. ليه؟ لأنه البلم بيضيع لك اليوم. كم واحد بيجي على آخر اليوم يقول إيه ده، أنا مبلم طول اليوم، بشتغل وأنا مبلم، مش عارف بعمل إيه وأنا مبلم، أو مش دريان أنه مبلم. ومبلم لدرجة انه مش دريان انه مبلم. خلي بالك لانه معركة اللاوعي معركة مهمة جدا في الايام الاخيرة. ومعركة اللاوعي تحسم بالسلطان حينما تقف
في وجه أرواح الشر التي تتعامل في هذه الدائرة، حينما تقف في وجه الأرواح الشريرة كانت بتحرك الرفائيين في الوقت ده. الرفائيين بقى يا جماعة مرعبين في الوقت ده. نقطة القوة، أنا هختم لك بده، نقطة القوة بتاعت عوج، ارجع تاني لسفر التثنية وهربطه لك، هوريك كيف أن هذه روح. سفر التثنية أصح 3، بص مرة تاني، إن عوج ملك باشان وحده بقى من بقية الرفائيين، تكوين 14 عدد 5 وعدد 13، بربط لك مع بعض عشان بتحب تكتب. إن عوج ملك باشان وحده بقى من بقية الرفائيين، هو ذا سريره سرير من حديد. أدي نقطة القوة. أليس هو في رب بني عمون طوله 9 أزرع وعرضه 4 أزرع بالزراع؟ رجل أدرك العمونيين إن عوج العمونيين دول ما كانش هو ملك عليهم، ده كانوا جيرانه، بس أدرك العمونيين إن عوج ملك باشان نقطة القوة بتاعته، المؤامرة الروحية اللي هو عاملها وبيتحرك من خلالها هي سريره. فلما مات عوج ملك باشان راحوا واخدين السرير بتاعه وحطين السرير بتاعه فين؟ في ربة عمون. لو انت شاطر هتفتكر على طول ربة عمون دي ايه اللي حصل فيها. افتح معايا سفر صموئيل الثاني. الهدف من كل ما تسمعه انه العدو يعطل امتلاكك، وده بالظبط اللي هتلاقيه هنا في سفر صموئيل الثاني. سرير بتاع عوج ملك باشان لما مات اخدوه زي ما هو. بعض الناس، بعض الدارسين، وهتلاقوا برضو الكلام ده موجود في مصادر عربي، يعني مش بس مصادر انجليزي، يقول لك هو هنا بيتكلم عن سريره بس هو كمان بيتكلم عن قبره، لانه هو ده مقاسه، فلما جم يدفنوه كان لازم يعملوا له قبر على هذا المقاس. ودائما حينما تذهب الى الحته بتاعت القبور او كل ما يختص بالراحلين، اعرف انه في حته هنا لها علاقه بالهاويه، ابواب الجحيم اللي الرب قال ابواب الجحيم لن تقوى عليها، لدرجه انه البعض يساوي الرفائيين بالكلمه نفسها يساوي بالهاويه. ارفع ايدك مره تاني، قول باسم الرب يسوع، على حساب الدم كل هذا كلا شيء وكالعدم. على حساب الدم كل هذا كلا شيء وكالعدم. اخذوا السرير بتاعه وحطوه في ربة. بص اللي حصل، وخلي بالك من تعبيرات الكتاب. وكان عند تمام السنه، صموئيل الثاني 11، وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحاصروا، حصروا ربة، المدينة اللي فيها إيه؟ مركز القوة الروحية في هذه المدينة السرير بتاع عوج. وأما داود فأقام في أورشليم. داود أخطأ، ولما أخطأ لأنه في معركة فيها امتلاك، لما أخطأ وهم في الجزء ده من المعركة كأنه تحط تحت السلطان ده، فإيه اللي حصل هنا؟ بص بص دقة الروح القدس، يقول لك وأما داود فأقام في أورشليم، وكان في وقت المساء أن داود قام عن إيه؟ سريره. هي المعركة، هم محاصرين ربة عشان يدخلوها في معركة امتلاك. داود في مكان غلط كان المفروض يبقى معاهم، روحه مش يقظة مش منتبه، فلأنه روحه مش يقظة ومش منتبه حط نفسه في مكان غلط وهو على السرير بتاعه، لأنه القوة الروحية اللي في ربة مرتبطة بالسرير، لأنه ده الشغل بتاع عوج ملك باشان، ده الشغل بتاع الأرواح الشريرة اللي كانت بتحرك عوج ملك باشان. داود هنا على السرير بس في وضع مش صحيح،
فإيه اللي حصل؟ التأثير الروحي للجيش بتاعه واقف علشان يكسره أتى عليه. وأما داود فأقام في أورشليم، وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره تمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على سطح امرأة تستحم، وكانت المرأة، والقصة اللي احنا عارفينها كلها. عوج ملك بشان، خلي بالك بالتأكيد داود هنا مخطئ. الكلام اللي بقوله مش معناه داود ملوش ذنب، أصله اتهاجم بيه الأرواح الشريرة اللي وراء عوج ملك بشان في ربه. هو ده اللي حصل، بس اللي خلى ده يبقى له تأثير عند داود إن داود كان في المكان الغلط. عشان كده اليقظة مهمة جدا في هذه الأيام، عشان كده التنبه مهم جدا في هذه الأيام. اللي بيخلي المعركة دي تأتي في مرات بنتائج إنه روحي أو روحك أو روحك ما بتبقاش في موضع الانتباه والاشتعال، وبالتالي التأثير بتاع عوج ملك بشان، التأثير بتاع أرواح الشر بتشتغل في المنطقة دي، في منطقة الأسرة، في منطقة المضاجع، في منطقة النوم، في وقت النوم بيبقى لها تأثير على اللاوعي. ارفع ايدك وقول باسم الرب يسوع: يا روح الله أنا بصلي يقظة، أنا بصلي تنبه لنا في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. بص بعد بقى وقت، بعد ما داود تاب وأدرك هللويا، في صموئيل الثاني 12 وعدد 24 يقول لك: وعز داود بتشبع امرأته ودخل إليها واتجع معها فولدت ابنا، فدعا اسمه سليمان والرب أحبه، أرسل بيد النسان النبي ودعا اسمه يديدية من أجل الرب. ما فيش خطأ بتعمله في حياتك ملوش تصحيح وتعويض عند الرب، ما فيش خطأ بتعمليه في حياتك ملوش تصحيح وتعويض عند الرب. ادي المجد للرب. ما فيش خطأ أكبر من نعمة الرب، لا يوجد خطأ ولا خطية أكبر من نعمة الرب وأقوى من قوة دم الرب يسوع في حياتي وحياتك. عز داود بتشبع امرأته، ده الخطأ بتاع داود، ودخل إليها اتجع ما ولدت ابنا دعا اسمه سليمان. يعني داود كان أقصى حاجة عنده سليمان، يعني إيه؟ يعني سلام مع الرب. بس يقولك الرب أحبه، أرسل بيد النسان النبي ودعا اسمه، دعا اسم سليمان يديدية من أجل الرب. يديدية يعني إيه؟ يعني محبوب الرب، محبوب الرب. يا رب أشكرك لأنك تحول أخطائنا. لو أنت بتسمعني النهاردة أدركت أن أنت كنت تحت هجوم من العدو، من هذه الأرواح الشريرة، وأنه باسم الرب يسوع أشكرك أيها الرب لأنك تحول أخطائنا النهاردة إلى الخير. باسم الرب يسوع تحول اللعنة إلى بركة، وتحول الهزيمة إلى نصرة. يا رب أشكرك لأنه أشخاص يستمعوني لهذه الكلمات أوقاتهم تتحول بالكامل في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. عدد 26 وهختم لك بيه، يقولك: وحارب يؤاب ربة أو ربة بني عمون وأخذ مدينة المملكة، وأرسل يؤاب رسل إلى داود يقول: قد حاربت ربة وأخذت أيضا مدينة المياه. أخذت ربة يا يؤاب؟ يقول آه، أخذتها بالسرير بتاع عوج ملك بشان، أخذتها أخذتها. هذا هو ما يريدك رب أن تختبره، هذا هو ما يريدك رب أن تختبريه، إنه السرير بتاع عوج يبقى من الغنيمة في اسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع من الغنيمة، سرير عوج من الغنيمة في اسم الرب يسوع. هللويا. يقولك: فالآن اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة، خذها لألا آخذ أنا المدينة فيوضع باسمي عليها. يؤاب يقول لداود: جمع داود كل الشعب، ذهب إلى ربة حاربها وأخذها، وأخذ تاج ملكهم عن رأسه وزنه وزن من الذهب مع حجر كريم، وكان على رأس داود. أخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا. هللويا. أخرج الشعب الذي فيها وضعهم تحت مناشير ونوارك حديد وفؤوس حديد، وأمرهم في أتون الآجر، وهكذا صنع بجميع مدن عمون. ثم رجع داود وجميع أورشليم وجميع الشعب إلى أورشليم. ادي المجد للرب. هاليلويا هاليلويا. ارفع قلبك للرب واطلب من الرب الآن نصرة حاسمة. انت موجود في الاجتماع ده عشان نصرة حاسمة على أرواح الشر هذه. انت موجود هنا لكي لا يهددك العدو في
منطقة نومك ولا في منطقة صحيانك حتى ولا في منطقة اضطجاعك ولا في راحتك، وأنت موجود هنا لكي يرد الرب لك ما سلب منك. يلا نقف كلنا في حضور الرب. هللويا. ارفع ايدك كده عالي ادعو الروح القدس الآن. أي أمراض في الجسد أتت بسبب هذه النوعية من الحروب، الآن شفاء كامل في اسم الرب يسوع. الآن شفاء كامل من أمراض الصدر، من أمراض التنفس. الآن شفاء كامل من السكر، من الضغط. الآن شفاء كامل من الحساسية في اسم الرب يسوع، من البقع اللي بتظهر في الجسم في اسم الرب يسوع. لو أي حد بيسمعني وظهرت بقع في الجسم كانت أول مرة بعد الاستيقاظ من النوم، في اسم الرب يسوع شفاء كامل الآن. تختفي هذه البقع ولا تعود في اسم الرب يسوع. هللويا. يلا يلا ارفع ايدك، يسوع هنا لنصرتنا. هللويا. الرب هنا لنصرتنا. والان سلطان الله لنا شفاء. نعم. هللويا. سلطان الله لنا شفاء بيدك الآن. أنهار لنا حياة بروحك الآن. بالحب تثمر فيها فرحا. أنت سلامي فيك أماني، ليس لي سواك يا الله. ربي أنت نهر، ربي أنت نهر تفيد بالحب تثمر فيا فرحا. أنت سلامي فيك أماني، ليس لي سواك يا الله. فتعالى بروحك أبصر مجدك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. Oh,
انت اتشفيت بالفعل في اللحظات وفي الدقائق اللي فاتت. فقط اذهب وخبر بكم صنع بك الرب. مكتوب لاننا لن نجهل افكاره. نرفع ايدينا جميعا ونعلن تقديس جديد للاوعي في اسم الرب يسوع. تقديس جديد للاوعي في اسم الرب يسوع. تقديس جديد للاوعي في اسم الرب يسوع. لا سلطان لعوج ولا لسريره على سريرك في اسم الرب يسوع. لا سلطان لعوج ولا للرفائيين في اسم الرب يسوع. لا سلطان لأي طنين في اسم الرب يسوع. أي طنين إبليسي لا سلطان له عليك ولا على جسدك على قد فك الأجساد من أي تردد من مملكة الظلمة في اسم الرب يسوع. الآن حرية وشفاء في هذا المكان. هللويا. الآن حرية وشفاء في هذا المكان. الآن حرية وشفاء في بيوت يتابعون عبر الإنترنت. الآن حرية وشفاء. لا طنين لن يزمروا في نومك باسم الرب يسوع. ارفع ايدك عليه واعلن باسم الرب يسوع. لن يضجوا في نومي باسم الرب يسوع. لن أذهب في رحلات العدو بيزقني فيها في النوم في اسم الرب يسوع. الروح القدس يصطحبني في رحلات لأن يسوع يشتاق أن يحيا في صداقته. هللويا. صداقته معي. ارفع ايدك عالي وقول هللويا. أنا صديق الروح. أنا صديق الروح. هللويا. أنا صديق الروح. نعم. هللويا. أنا صديق الروح. حرية لليالينا. حرية من البلد في اسم الرب يسوع. هللويا. هللويا. يا رب تعالى. تعالى بمسحة الأيام الأخيرة أيها الرب. يتنبأ ملوكم وبلدكم. يرى شبابكم رؤى. يحلم شيوخكم أحلام. كل الرفائيين وقفوا الرؤى وقفوا الأحلام باسم الرب يسوع. نطردهم إلى الخارج. نقول لهم اذهب علي يا شيطان. هللويا. واعلن كده. ارفع ايدك واعلن. لا عوج ينجح في إعاقة الرؤى والأحلام. لا رفائيين ينجحوا في إعاقة الرؤى والأحلام. هللويا. إعلانات الرب ومناظره لي. مناظر الرب وإعلاناته لي. أنا حبيب الرب. هللويا. حبيبك أيها الرب.
يسكن لديك آمنا. هللويا. تصدره بستر جناحيك، تعطيه نوما. أورا بوشكا يا هللويا. الساكن في ستر العلي، ارفع ايدك واستقبل في روحك هذه الكلمات. طمأنينة جديدة أيها الرب. الساكن في ستر العلي، في ظل القدير يبيت، في ظل القدير يبيت. تبيت ليلتك في ظل القدير، في ظل القدير يبيت. أقول الرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافه يضللك، وتحت أجنحته، تحت أجنحته تحتمي. هللويا. ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنا، لا يلاقيك شر، لا تبن ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي، من طول الأيام أشبعك وأريه خلاصه، من طول الأيام يشبعني ويريني خلاصه. أشكرك لك الشفاء من أمراض الدم الآن أيها الرب، شفاء من أمراض الدم الآن. هللويا. شفاء من أمراض الدم الآن أيها الرب. أي أمراض دم أصابت بسبب صداقات غير صحيحة متزامنة مع أحلام من العدو، في اسم الرب يسوع حرية كاملة في هذه الليلة. هللويا. 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 ملك بشان يرتعب من الرب، والسرير الحديد غنيمة. عوج ملك بشان يرتعب من الرب، عوج ملك بشان. الرفائيين يرتعبوا من الرب. داود دب الرفائيين مرتين، مرتين ورا بعض. الفلسطينيين في وادي الرفائيين، ما دي أروح الشر اللي في الأرض ديت. ارفع ايدك علي واعلن هللويا. هللويا. رداء جديد أيها الرب، رداء جديد، رداء مرعب، رداء جديد، رداء ذهبي لامع مرعب للعدو، لأن العدو يرتعب من النور، لأن النور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه، لأن العدو يرتعب من المجد. رداء جديد أيها الرب الآن. البس 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 ثياب المجد والبهاء. البس ثياب المجد والبهاء. عارف اقول لك حاجه، عارف المعارك بتاعت سيحون وعوق دول حصلوا امتى؟ حصلوا بعد موت هارون، بعد موت هارون على طول. لو هارون كهنوت موجود هيمنع. كهنوت العهد الجديد مش كهنوت هارون، كهنوت ملكي صادق. وعشان كده ملكي صادق زار ابراهيم بعد ما نجى لوط. ملكي صادق راح لابراهيم بعد ما نجى لوط عشان يقول له كهنوت لا يزول،
قوة حياة لا تزول. هتحط أنف الرفائيين في الأرض طول الوقت. قوة حياة الرب لا تزول. كهنوت على رب الملك صادق لا يزول. هتحط أنف الرفائيين في الأرض طول الوقت. لن يرفع رأسه في اسم الرب يسوع. لن يرفع رأسه في اسم الرب يسوع. لن يرفع رأسه. هاللويا. عوج لن يرفع رأسه. رفائيين لن يرفعوا رؤوسهم في اسم الرب يسوع. وارفع ايدك واعلن الرفائيين لن يرفعوا رؤوسهم مرة اخرى في حياتي في اسم الرب يسوع. عوج لن يرفع رأسه مرة اخرى في حياتي. هذا الاجتماع هاللويا نهاية نهاية في اسم الرب يسوع لنشاط عوج في حياتك لنشاط الرفائيين في حياتك. هاللويا. خط فاصل خط فاصل خط فاصل في اسم الرب يسوع. خط فاصل بحط الرب. هاللويا. عشان الوقت اللي جاي في صحصحة من نوع مختلف. ارفع ايدك واعلن في انت عايش في صحصحة من نوع مختلف. عشان الوقت اللي جاي امتلاكات. لانه لن يمضي هذا العام الا نمتلك كل ما كلمنا به الرب. نعم. لانه التوقف اللي حصل عند ربه هللويا لم يدوم. لكن داود دخل وامتلك في اسم الرب يسوع. اي توقف حصل عند ربه باسم الرب يسوع اليوم تقدم. اليوم تقدم. اليوم تقدم تحت مسحة الرب في وسطنا كجماعة. هللويا. تحت مسحة الرب في وسطنا كجماعة. الدهن النازل. هللويا. على رأس هارون على اللحية حتى طرف الثياب باسم الرب يسوع. أي شخص مش موجود في الاجتماع وكان ينبغي أن يكون موجود. أي شخص في فريق الخدمة مش موجود. أي شخص من الزائرين كان ينبغي أن يكون موجود وغير موجود. باسم الرب يسوع المسحة توصل. هللويا. لنهاية أزمنة بلم باسم الرب يسوع وبداية أزمنة انتعاش وصحصحة وذهن يقظ وراء الرب. هللويا. وتمييز للغة العدو ودحض للغة العدو أول ما تطلع. هللويا. ضجيج العدو طنين العدو لا يكون لا يقوم ولا يكون باسم الرب يسوع. فأنا حبيبك اعلن لي قلبك أسمعك. اصعد إلى هنا. اصعد إلى هنا. اصعد إلى هنا. اصعد. أريد أتحدث معك فمن إلى فمي. الرفائيين منعوا وقت طويل لكن أتوقع أن النقاب يزول في اسم الرب يسوع. اصعد إلى هنا. أنا مع عرشي أريد أتحدث معك فمن إلى فمي وجه إلى وجه. إن كنت قد وجدت نعمة في عيني هرني وجهك هرني وجهك. إن كنت قد وجدت نعمة في عيني هرني وجهك هرني وجهك هرني وجهك.
تدعوني حبيبك، تدعوني صديقك، وكل ما في قلبك تريد أن تخبرني. تدعوني حبيبك، تدعوني صديقك، وكل ما في قلبك تريد أن تخبرني. لست بعد عبدا بل صرت ابنا واحدا معك، وارثا كل شيء. لست بعد عبدا بل صرت ابنا واحدا معك، وارثا كل شيء. سرك لي، أنت تعلن سرك لي، أنت تعلن سرك لي، أنت تعلن قلبك لي. تدعوني تدعوني صديقك، وكل ما في قلبك تريد أن تخبرني. تدعوني حبيبك، تدعوني صديقك، وكل ما في قلبك تريد أن تخبرني. لست بعد عبدا بل صرت ابنا واحدا معك، وارثا كل شيء. لست بعد عبدا بل صرت ابنا واحدا معك، وارثا كل شيء. قلوا أشكرك، لأن أصغر حاجة في اهتماماتي أنت مهتم بيها. قلوا أشكرك لأنه طرقي لم تختفي عنك، طرقي لم تختفي عنك. أشكرك، أشكرك لأنه أصغر حاجة، أصغر حاجة تدعوني صديقك، تدعوني حبيبك. ارفع ايدك عالي وقول اشكرك. ولو اول مره تسمع هذه الكلمات، الرب بيشدك، الرب بيقولك لو ما فهمتش اي حاجه من الوعظه ديت، الرب بيقولك، بيستودع معاك الكلمه دي، بيقولك انا عايزك صديقي، انا عايزك صاحبي، وعشان ده هعمل اي حاجه. انا عايزك صديقي، انا عايزك صاحبي، وعشان ده هعمل اي حاجه. انا عملت كل حاجه، انا عملت كل حاجه. هللويا. عشان احتفظ بصحبيتك، بصداقتك، واحده من ادواتي في الدردشه مع اصحابي هي الاحلام والرؤى، دي واحده من ادواتي، واحده من ادواتي في الدردشه معاك الاحلام والرؤى. ولن أدع شخص ولا إنسان ولا شيطان يسلب طريق الدردشة أنا بدردش بيها معاك. ولن أسمح ولا إنسان ولا شيطان إنه يتدخل في دردشتي معاك ويعمل تشويش ويقودك في طرق خاطئة. لن أسمح. هو جاد جدا، هو جاد جدا، الرب جاد جدا، very serious، الرب very serious، جاد جدا، هو جاد جدا. لا
لأنه صدقت معايا ومعاك ومعاكي، ما فيهاش جدال، ما فيهاش كلام. يهبك أسد عشان يأمن اللاوعي عندي وعندك في اسم الرب يسوع. اللاوعي لن يسلب، اللاوعي لن يسرق في اسم الرب يسوع. اللاوعي بتاعي وبتاعك وبتاعك مؤمن في الدم. هللويا، مؤمن في الدم. هللويا. مرتبنا ودعوتنا لرحلة مجد رائك لزناجد حبا لك. دخلت بنا إلى عهدك وصلتنا وبصحتنا لزنان مجد لك. عبرت بنا، عبرت بنا ودعوتنا لرحلة مجد ورائك لزناج حبا لك. دخلت بنا إلى عهدك غسلتنا ومسحتنا لزنان مجد لك. تطلق زمن انتصار، نحن نائم شعبك يمشي وراك. أنت تطلق زمن انتصار، نحن نائم شعبك يمشي وراك. عبرت بنا ودعوتنا لرحلة مجد ورائك لزناجد حبا لك. دخلت بنا إلى عهدك غسلتنا ومسحتنا لزنان مجد لك. عبرت بنا، عبرت بنا ودعوتنا لرحلة مجد ورائك لزنان مجد لك.
دخلت بنا إلى عهدك سلتنا ومسحتنا لذا نوري مهدا ياتا أنت تطلق زمان انتصار نحن نعرض شعرك يمشي وراء أنت تطلق زمان انتصار نحن نعرض شعرك يمشي وراء نعلم معك هاتفنا كل ضعف يأتي لانتهاء رب يسوع كل ضعف يأتي الانتهاء نلمس السماء ننفض عنا طارحين كل ثوب بال لا رمى نخطل الأمجاد يا رب نعظمك إله أمان أنا جور فيك يا رب قادر وعظيم جدا يا رب نعم يا رب ملك الملوك يا رب الأرباب نعظمك يا رب لأنك كنت وسطنا لك كل المجد يا رب آمين.